لما أسلم المسيب ابن حزن والد سعيد بن المسيب أو المسيب، سعيد بن المسيب من كبار التابعين إمام المدينة في زمنه، سعيد المسيب ابن حزن القرشي، أسلم أبوه المسيب ابن حزن، وهو الذي روى قصة أبي طالب لما جاءه النبي وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجتك بها عند الله، وأسلم والده أيضا اللي هو حزن والد المسيب. فلما أسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، اسمه حزن، حزن يعني عسر، حزن يعني عسر يعني صعب وعر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، فسماه من حزن إلى سهل، قال أنت سهل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كما سماني أبي، رفض ما رضى يغير اسمه، قال أنا كما سماني أبي، قال فلتكن. وذاك يقول سعيد المسيب حفيده يقول فما زانت الحزونة فينا، يعني فينا عسارة، يقول في وإذا قال كل مسمى له أثر من اسمه سبحان الله، يقول فما زالت الحزونة فينا، يعني العسارة فينا، عسارة في ناس طبعهم شيء طبع عسر، يحاول يصير زين يحاول كذا، لكن أحيانا الطبع يغلب التطبع وأحيانا التطبع يغلب الطبع، يعني كل عاد وجهده واجتهاده.